هل فقط يتركز على مناطق عسكرية أم أيضا مناطق أخرى مدنية؟ نعم، نحن الآن أيضا نستمع في هذه اللحظات إلى أصوات لمدافع في الجهة المحيطة بمطار الخرطوم، نستمع إليها الآن وليست ببعيدة من هذه المنطقة. بالنسبة للقصف في المناطق وكذلك الاشتباكات، هناك مناطق منها عسكرية فيها معسكرات لقوات الدعم السريع. إذا تحدثنا عن كافوري مثلا فهي منطقة بها معسكر لقوات الدعم السريع، وليس ببعيد منها أيضا مناطق سكنية وهي منطقة أو ضاحية كافوري وهي ضاحية سكنية فيها العديد من المربعات وفيها العديد من السكان. فتوجد هنالك مناطق، الآن أنا أرى طائرة تحلق في جهة مطار الخرطوم، وهي الآن يمكن أن نراها عبر الكاميرا الآن، يمكن أن نرى هذه الطائرة الآن وهي تحلق في أجواء الخرطوم في هذه اللحظات. نعم، سمعنا وشاهدنا معك تحليق هذه الآن الطائرة. الآن نتابع آثار قصف هذه الطائرة واضحة الآن عبر الشاشة بعد مرورها من هذه المنطقة في جهة هذه المنطقة، هي ليست ببعيدة من القيادة وفي محيط مطار الخرطوم كذلك. إذن تابعنا معك إذن تحليق طائرة حربية في سماء الخرطوم على الرغم من وجود هذه الهدنة، وشاهدنا أيضا معك تصاعد الدخان من المنطقة التي تم قصفها. نبقى إذن في متابعة معك لكل هذه التطورات الميدانية الحاصلة، وأيضا فيما يتعلق ب المناطق التي ربما تشهد هدوءا نسبيا مقارنة بغيرها. سالم، يعني هل هناك مناطق في الخرطوم وأم درمان تشهد عودة للاشتباكات وأخرى نستطيع القول بأنها تشهد هدوءا نسبيا؟ الآن نستمع إلى أصوات مضادات الطائرات كما تسمعون الآن في هذه اللحظات، نستمع إلى أصوات لمضادات الطائرات في المنطقة المحيطة بمطار الخرطوم الدولي في هذه اللحظات بعد هذا القصف وبعد مرور هذه الطائرة. ربما هنالك أيضا طائرة أخرى تحلق الآن بالقرب منا وليست ببعيدة الآن كما نرى، وتجدد تجدد القصف هنا في محيط مطار الخرطوم الدولي. إذن نحاول أن نتابع معك هذه الطائرة التي تحلق في سماء الخرطوم. نعم، نشاهدها الآن معك. نعم، هي الآن فوق باعتبارها الآن بمحاذاة أو بالقرب من مطار الخرطوم، وكذلك نستمع إلى أصوات مضادات الطائرات التي تنطلق من مناطق متفرقة من محيط مطار الخرطوم كذلك. نتابع معك في هذه الصور المباشرة والحصرية تحليق طائرات مقاتلة في سماء الخرطوم، وكنا تابعنا أيضا هذا القصف للطائرات المقاتلة في محيط المطار. وما زلنا نعم، معك هذه المنطقة هي بالقرب من مطار الخرطوم. نعم، بالقرب من مطار الخرطوم هذه المنطقة وليست ببعيدة كذلك من القيادة العامة للجيش. طائرة تحلق في هذه المنطقة، قصفت هذه المنطقة، وهذه المنطقة معلوم أنه تتمركز بها قوات للدعم السريع في هذه المناطق وفي محيط القيادة العامة للجيش وكذلك محيط مطار الخرطوم كذلك. هذه المنطقة ليست ببعيدة من هذه المناطق، تقع في وسط العاصمة الخرطوم.
هذا القصف تجدد أو بدأت هذه الاشتباكات منذ ظهر اليوم، لكن ازدادت وتيرتها شيئا فشيئا حتى الآن وصلت إلى هذه الوتيرة بتجديد هذا القصف. وقد كان قد أعلن الجيش السوداني من قبل أنه يشن بهذه الطائرات هجمات على المواقع التي تتمركز بها قوات الدعم السريع. الآن نشاهد هذه الطائرة وما زالت تحلق في سماء الخرطوم. الآن سمعنا أيضا صوت انفجار سالم الآن. على ما يبدو هناك أكثر من طائرة مقاتلة الآن تحلق في سماء الخرطوم بالقرب من المطار. استمعنا أيضا لأصوات انفجار منذ قليل. نؤكد ونذكر بأننا من المفترض أن السودان يشهد الهدنة السادسة والتي حظيت بالهدوء النسبي في ساعاتها الأولى قبل أن يعود القصف والاشتباكات مرة أخرى. نعم، لعل أعمدة الدخان هذه تنطلق من بالقرب من محيط القيادة العامة للجيش وفي أقصى الشمال من مطار الخرطوم الدولي. هذه المناطق كانت تتمركز بها قوات للدعم السريع كما ذكرنا، ونكرر كذلك أن قوات الدعم السريع كان الجيش السوداني قد تحدث على أنه يستهدف كل مواقع ومقار قوات الدعم السريع بهذا القصف منذ بدء هذه الاشتباكات. هل من ألسنة الدخان التي نراها الآن معك سالم هي تتصاعد من نفس الموقع أم أن الطائرات المقاتلة التي كانت تحلق وما زالت منذ قليل في وما زالت في سماء الخرطوم تقصف نفس الموقع؟ نعم، نحن الآن أعمدة الدخان وهناك هي متفرقة، هناك أعمدة دخان في مدينة بحري في المنطقة الصناعية وبالقرب من جهة كافوري في هذه المنطقة، وهذه تتصاعد منذ أكثر من 5 أو 6 ساعات من الآن. لكن أعمدة الدخان التي تنطلق الآن في محيط مطار الخرطوم الدولي وكذلك القيادة العامة للجيش هي كانت الآن قبل لحظات من الآن من هذه الطائرة التي استهدفت هذه المناطق التي تتمركز بها قوات للدعم السريع وبدأت بهذا القصف قبل لحظات من الآن. أكثر من هجمة تمت في هذه اللحظات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.